السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا متابعين ومشتركين قناة يمن أوتو كارز، منورين قناتكم. اليوم معانا مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 فئة جي ار، أفخم سيارة رياضية وسعرها في مختلف دول الشرق الأوسط. تويوتا لاند كروزر 2022 أزاحت الستار شركة تويوتا عن سلسلة لاند كروزر 2022 الفئة الجديدة جي ار، وتزعم أن لديها هدفان لتطوير السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، حيث تهدف الشركة على التطوير. أما بالنسبة للهدف الثاني فهو قيادة تتحمل الطرق الوعرة في الوقت الحالي. في الوقت الحالي لا توجد خطط لتقديم سيارة لاند كروزر 2022 الجديدة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أننا سوف نحصل في النهاية على نسخة مماثلة من سيارة ليكزس ال اكس. سوف نستعرض معكم خلال الفيديو بعض المواصفات للتويوتا لاند كروزر 2022 فئة جي ار. سيتم اطلاق لاند كروزر 2022 بمحركين في 6 2 تربو، الاول هو محرك في 6 سعة 3.5 لتر ينتج 305 كيلو وات بقوة 415 حصان،